السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا وبناتنا الأعزاء، طلاب تالتة ثانوي، إزيكم؟ أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله، وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى في الامتحان، وتجيبوا الدرجات اللي أنتوا عايزينها، وتدخلوا الكليات اللي أنتوا عايزينها كمان بإذن الله تعالى. موضوع التعبير وما أدراك ما موضوع التعبير، يعني المشكلة الكبرى للناس سواء كانوا طلاب شاطرين جدا أو متوسط أو حتى الطلبة اللي بتعاني من الإنجليزي، كله عايز يضمن درجات ومحدش عايز يسيب أي درجة إيه تفلت منه بإذن الله تعالى. طيب هنعمل ان شاء الله النهارده يا مستر باذن الله تعالى. النهارده هنتكلم عن الحاجتين اللي انت هيجي لك فيهم سؤال في الامتحان، يا اما هيجي لك ايميل يا اما هيجي لك باراجراف عادي. طيب برضه هنعمل ايه؟ يعني هناخد الاول ملاحظات عامه كده على ازاي تكتب، بعد كده هناخد الايميل وهناخد ازاي تكتبه وتطبيق عليه، بعد كده هناخد جمل تحفظها علشان تكتبها في موضوع التعبير، و سواء كانت مقدمة أو تكتبها جوه الموضوع نفسه أو حتى كمان خاتمة، وناخد إن شاء الله تطبيق عملي على الموضوع ده. فيلا بينا نبدأ على طول. طيب تعالى نبص الأول كده على بعض الملاحظات العامة اللي أنت لازم تاخد بالك منها. أول حاجة لازم تقرأ رأس الموضوع بتاعك بشكل كويس جدا علشان تعرف هو عايز إيه، وتحدد النقاط اللي أنت هتتكلم فيها، أو علشان ما تكتبش عن موضوع تاني، وترتب أفكارك بشكل كويس قبل ما تبدأ علشان ما تغلطش وتقعد تشطب بالقلم والكلام ده كله، يعني خلي بالك. الحاجة رقم اتنين، دايما اترك مسافة قبل ما تبدأ تكتب موضوع تعبير أو حتى الإيميل، وكمان اترك يعني سيب مسافة كده ما بين كل كلمة وكلمة، ولو أنت عندك يعني مساحة كبيرة في البوكلت بتاعك فممكن تكتب على سطر وتسيب سطر، يعني من الآخر كده حسن خطك علشان تظبيط الشغل أهم من الشغل. دي قاعدة لازم تحطها في بالك. حاجة رقم ثلاثة، ان اول حرف في الجملة بتاعك لازم يبقى حرف كابيتال، حرف كبير، ودايما في نهاية كل جملة حط نقطة، وبعد كده كمل بقية السطر. طب لو السطر خلص ارجع من اول السطر. طيب رقم اربعة، خلي الجمل بتاعتك صغيرة جدا على قد ما تقدر، يعني يا دوبك كده فاعل وفعل ومفعول، علشان كل ما تطول في الجملة بتاعتك كل ما تغلط اكتر. الحاجة اللي بعد كده، اي موضوع تعبير لازم يتكون من ثلاث حاجات اساسية، بتكون مقدمة الموضوع وكمان الخاتمة. النقطة اللي بعد كده، حاول تستخدم مترادفات، يعني ما تكررش الكلمة بتاعتك بشكل كتير، لا يعني هات كلمة، يعني مثلا كلمة must، ممكن تقول مثلا كلمة should، يجب مثلا ought to، it's important، have better، الحاجات دي كلها. الحاجة رقم سبعة، خلي بالك دايما من الأخطاء بتاع السبيلنج والجرامر. النقطة رقم تمانية، خلي بالك من الزمن اللي هتستخدمه، سواء كان مضارع وأنهي مضارع، ماضي برضو أنهي ماضي، مستقبل أنهي مستقبل، بأنواعه من الإيه المختلفة. استخدم اللي جايين دول كده اللي هم ادوات الربط، عشان دول احنا بنسميهم كده الايه البهارات كده بتاع موضوع التعبير. يعني ممكن تستخدم مثلا first second third fourth لو هتعمل هترتب الاحداث بتاعتك. ممكن كمان تقول كده in addition furthermore moreover besides، هتذكر اكتر من حاجه. استخدم كلمة because as since لأن so therefore as a result as a consequence، بمعنى نتيجة لذلك وهكذا. لو في عندك تناقض في الكلام although أو though أو however but وهكذا. طيب ازاي نستر بنكتب الايميل؟ تكتب كده فوق من على الشمال to، ايه لو بتكتب ايميل صاحبك أو ايميل صاحبتك. طيب بعد كده بتكتب from، من تكتب الايميل بتاعك انت، subject اللي هو الموضوع بتاعك. طيب زي ما انت ما شايف كده، انا كاتب لك هنا كده دير عزيزي، وهتكتب بعديه اسم صاحبك او اسم ايه صاحبتك. ثانية واحدة كده نعلم. عندك هنا دير اسم صاحبك او اسم صاحبتك، وتروح حاطط بعدها كوما زي هنا كده. المقدمة اهي هتحفظها. How are you؟ كيف حالك؟ I hope you are in the best state of health and mind. اتمنى انك تكون في احسن صحة وارق بال. I'm over the moon، يعني انا طاير من الفرحة. The moment، اللحظة. I'm writing you this email، اللي انا بكتب لك فيها هذا الايميل. I would like to، أنا حابب أن، وبعد كده الفعل في المصدر بتاعك. يعني مثلا I'd like to tell you، أنا حابب أن أخبرك. I'd like to advise you، حابب أن أنا أنصحك. I'd like to invite you، حابب أن أنا أدعيك، وهكذا. بعد كده ده بيبقى الموضوع بتاعك اللي أنت المفروض تتكلم فيه، والخاتمة بتاعتك I'm looking forward to hearing from أو seeing you soon، يعني أنا أتطلع إلى أن أسمع منك أو يعني أشوفك قريبا. best wishes، خالص تحياتي، وتروح كاتب اسمك. طيب مثال يا مستر على الكلام ده بقى كده، وخليك معايا. بيقول كده write an email to your friend مصطفى to give him some advice on how to be safe from COVID-19. your name is احمد. اكتب ايميل لصاحبك
اللي هو اسمه مصطفى، بطلع كده المعلومات الأساسية بتاعتك، صاحبك اسمه مصطفى، علشان to give him some advice، هتديله بعض نصائح عشان how to be safe، ازاي بقى آمن from COVID-19، واسمك أحمد. طيب زي ما اتفقنا هنا تو الى اهي، والايميل بتاع صاحبي يا مصطفى ده مش جايب لي ايميل، ده جايب لي اسمه بس مصطفى، اكتب اي ايميل، ادي مصطفى 2020@yahoo.com. لو جايب لك الايميل خلاص ما فيش مشكله، طب مش جايب لك لا اكتب اي ايميل كده من عندك انت. طيب فروم من الايميل بتاعك انت، وهنا اسمك احمد، يبقى احمد مثلا 1010@gmail.com@yahoo.com، اي حاجه. طب الموضوع بتاعك بيتكلم عن ايه؟ انك هتدي له نصائح اهي، هاو to be safe from COVID-19، ازاي تبقى امن من كورونا 19. انزل تحت، ادي دير عزيزي مصطفى كوما، ما تنساش شايف احنا قلنا ايه، سيبنا مسافه، شايف اول حرف لازم يبدا بحرف ايه، كابيتال. الجمل بتاعتك صغيره، ده سؤال حطيت علامه استفهام. هاو ار يو، كيف حالك؟ اي هوب يو ار ان ذا بيست ستيت اوف هيلث اند مايند. I'm over the moon the moment I'm writing you this email. المقدمة اللي احنا قلناها. I would like to، أنا حابب أن، وده عندك مصدر أهو. To give you some advice، أديك بعض النصائح on how to be safe from COVID-19، إزاي تبقى آمن من COVID-19. First اللي احنا قلنا بنستخدمها، وشايف بعد كل جملة بتحط إيه؟ نقطة، ما بتحطش كومة. وما تكتبش برضو هنا، مش السطر عندك خلص كده تبدا السطر هنا لسه ما خلصش، ما تقولوش هبدا من هنا كده وتروح كاتب واحد بالعربي اتنين بالعربي، لا الكلام ده ما ينفعش خالص. ادي فيرست، اولا يو ماست ايت هيلثي فود، لازم تاكل طعام صحي، which includes بيشمل ميت لحوم فيجيتابلز خضروات فروت فاكهه اند سو اون وهكذا. سكند الجمله خلصت حطينا نقطه. سكند ثانيا do exercise، اعمل تمارين as much as you can، على قد ما تقدر، because it refreshes your mind and muscles، يعني بتنعش كده الايه العقل بتاعك والعضلات، and helps you keep fit، وبتساعدك كمان انك تحافظ على اللياقه بتاعتك. الجمله خلصت نقطه. third ثالثا you should wash your hands with water and soap most of the time for 20 seconds a time، اغسل ايديك بالميه والصابون يعني لمده 20 ثانيه في المره الواحده. as لان ادوات الربط اللي احنا قلنا عليها، this kills the virus، ده بيقتل الايه الفيروس. fourth رابعا you had better، من الافضل بدل ما نكتب كلمه must كل مره، قلنا اول مره must، قلنا should، قلنا had better. you had better stay at home، من الافضل انك تقعد في البيت. don't go out، لا تخرج، unless it is very urgent، الا اذا كان الامر طارئ او عاجل جدا. الكلام ده which helps، هيساعد stop the spread of the virus، هيساعد على وقف spread، طبعا عشان الترجمة انتشار الفيروس. in addition بالإضافة إلى ذلك you ought to، أي بتساوي كلمة should، you ought to have enough time of sleep، يجب أنك تأخذ طعام كافي من النوم، which is about 8 hours a day، حوالي 8 ساعات في اليوم. since this، لأن هذا aids، بيساعد you to stay focused، بيساعدك أنك تكون مركز أكتر. also أيضا having enough time to sleep makes you rest and relaxed، يعني انك تاخذ يعني وقت كافي من النوم بيجعلك تشعر بالراحه والاسترخاء. furthermore ايضا avoid touching your eyes، يعني تجنب انك تلمس عينيك، nose anth and mouth، والفم بتاعك if you are out، لو انت بره البيت. moreover that ربط avoid close contact with anyone who has the symptoms، يعني تجنب انك تبقى يعني قريب جدا من اي واحد عنده symptoms، عشان الترجمه برضو اعراض of cold، اعراض البرد زي headache صداع مثلا، fever حمى، runny nose عنده رشح في الانف، coughing بكح، sneezing بيعطس. finally في الاخر خالص I need you to remember that، محتاجك انك تفتكر health، الصحة is a crown tag over the heads of people that only patients see، يعني الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. الجملة الختامية بتاعتك I'm looking forward to hearing from you soon، best wishes أحمد. يبقى ده كده فيما يتعلق بالإيميل. طيب موضوع التعبير يا مستر، هنقسمه لكذا حاجة. أول حاجة إذا كان الموضوع مفيد أو له مميزات، يعني يبقى عندك مثلا في رأس السؤال كده يقول لك اتكلم عن advantages مميزات، زي كلمة merits مميزات، زي كلمة pros مميزات، زي كلمة importance أهمية. أول حاجة دي كده مقدمة، at the beginning في البداية let's agree that، نتفق أن this topic is very important، الموضوع مهم جدا،
and plays a vital role in our life وبيلعب دور مهم في حياتنا. It has great impacts له تأثير عظيم on all aspects of life في كل مناحي الحياة. الجمل دي اكتبها في الوسط. First of all أولا we can't do without it لا نستطيع أن نستغني عنه whatever the drawbacks are أيا كان العيوب بتاعته. It helps in the progress of and prosperity of not only individuals but also nations and countries. يساعد في progress تقدم prosperity رخاء مش بتاع بس الأفراد ولكن كمان الشعوب والدول. The government الحكومة spares no efforts يعني لا تدخر وسعا يعني تبذل أقصى ما لديها to make use of it علشان تستفيد منه to help its citizens علشان تساعد المواطنين. In addition بالإضافة إلى ذلك لاحظ يعني أدي سايبين مسافة أو الحرف كابيتال بعد كل جملة بتحط نقطة استخدمنا أدوات الربط. In addition it helps the different sectors of societies بيساعد قطاعات المجتمع المختلفة يعني زي مثلا medicine مجال الطب education تعليم engineering الهندسة nursing التمريض and so on وهكذا. طيب جملة ختامية مستر مثلا to sum up علشان نلخص I can see that أنا أقدر أقول we have to make use of the too many advantages it brings to us يجب أن احنا نستفيد من المميزات الكتيرة أوي اللي بيسببها لنا so as to be able to live a comfortable and better life علشان نبقى قادرين على أن احنا نعيش حياة أفضل وحياة مالها أكثر راحة. طب إذا كان موضوع مستر سلبي أو موضوع ليه عيوب يعني مثلا بقى فيه disadvantages عيوب demerits عيوب problem مشكلة crisis أزمة وهكذا. انا حاولت ان انا اخلي لك الجمل قريبه من بعضها شويه علشان ما تقعدش تحفظ كتير. هنقول at the beginning في البدايه let's agree that لنتفق على ان this topic is considered to be one of the most serious and dangerous problems ان الموضوع ده يعتبر واحد من اخطر واسوأ المشاكل that face us nowadays اللي بتواجهنا في هذه الايام. it affects يؤثر all fields of life بيأثر في كل مجالات الحياه in a negative way بشكل ماله negative بمعنى سلبي يعني مثلا first of all it causes more and more troubles بيسبب مشاكل اكتر واكتر and obstacles وعقبات and prevents us وبيمنعنا from achieving progress من تحقيق التقدم and prosperity. in addition بالاضافة الى ذلك it leads to other problems بيؤدي الى مشاكل تانية such as pollution تلوث overpopulation ازدحام سكاني illiteracy الامية traffic congestions ازدحام المرور drug addiction ادمان المخدرات and so on وهكذا. therefore وبالتالي it may destroy the future leaders of our country هيدمر يعني قادة المستقبل بتاع بلدنا by which I mean وانا بالكلام ده اعني the youth اللي هم الشباب. نقطة as a result كنتيجة لذلك it's the duty of individuals يعني واجب الافراد and the government والحكومة to cooperate انهم يتعاونوا together معا to stand against this phenomenon علشان يواجهوا هذه الظاهرة and put an end to it ويضعوا نهاية لها as it threatens our life on this planet لأنها بتهدد حياتنا على هذا الكوكب. in conclusion في النهاية it's high time يعني آن الأوان to work together أن نعمل معا and stand together ونقف يعني as one man كرجل واحد to fight this problem لكي نحارب هذه المشكلة in order to lead a better and comfortable life لكي نحيا حياة آمنة وحياة أفضل وحياة مريحة. طيب الحاجة الثالثة لو كان الموضوع بتاعك ليه مميزات وفي نفس الوقت عيوب يعني ولك اتكلم عن advantages and disadvantages merits and demerits pros and cons كلهم بنفس الطريقة. طيب هنكتب مقدمة هنقول at the beginning في البداية let's agree that لنتفق أن this topic is a double-edged weapon يعني سلاح ذو حدين. هي بتساوي كلمة mixed blessing سلاح ذو حدين. this means وهذا يعني it has some advantages لبعض المزايا or merits and some disadvantages or demerits. thus وبالتالي it affects all aspects of our life greatly بيأثر على كل مناحي الحياة بشكل كبير. طيب في الموضوع بتاعنا بقى اكتب ايه؟ احنا قلنا فوق كده لو الموضوع بتاعك ليه ايجابيات احفظ لك منه جملتين ولو ليه سلبيات احفظ لك جملتين وهتكتبهم في الوسط هنا كده. طيب في الاخر خالص الجمله الختاميه in conclusion في النهايه
It's our rule دور بتاعنا to make use of the advantages نحن نستفيد من المزايا and overcome the disadvantages ونحاول نحن نتغلب على العيوب in order to lead a happy and better life لكي نحيا حياة آمنة وحياة سعيدة. يبقى مقدمة والموضوع بتاعك والخاتمة. طيب ده كده كان أحد النماذج أو أحد النموذج كان موجود في دليل بتاع الوزارة بتاع السنة دي بيقول كده What makes a person employable؟ يعني إيه اللي بيخلي الشخص كده قابل إن هو يشتغل أو قابل للتوظيف؟ At the beginning في البداية let's agree that نتفق على أن We need work to earn money to live إحنا محتاجين فلوس علشان نكسب. طيب وأنا محتاجك هنا تخلي بالك بقى لو أنت طالب شاطر ماشي فانت مش لازم تحفظ مقدمة لا انت حاول تربط المقدمة بتاعتك بالموضوع بتاعك يعني المقدمة والخاتمة اللي احنا كاتبينهم دول كده علشان لو طالب مستوى وسط او مش عارف يتعامل ازاي فانت في الحالة دي كده احفظ واكتب. طب انت طالب شاطر وطالب متميز يبقى الجزء اللي فوق هو اللي يلزمك الملاحظات العامة على التعبير. In order to get a good job علشان تحصل على وظيفة كويسة you must have academic qualifications لازم يبقى عندك مؤهلات أكاديمية and personal qualities وسمات شخصية يبقى عندك academic qualifications and personal qualities. For the academic qualifications بالنسبة للمؤهلات الأكاديمية it will be better هيبقى أحسن if you have a university degree لو أنت حصلت على أو معاك شهادة جامعية or postgraduate studies أو دراسات يعني دراسات عليا. شايف نقطة also أيضا you بتحط بعدها كومة you should know how to deal with modern technology يجب انك تعرف ازاي تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة like the computer زي الكمبيوتر the internet the mobile phone and so on وهكذا. نقطة it's obligatory to speak more than one language ضروري انك تتكلم اكتر من لغة أيضا this will على طول اس دي مش موجودة This will add to your CV. ده طبعا هيزود من السيرة الذاتية بتاعتك. And will enable you ويمكنك get a good salary. انك تحصل على راتب كويس. For the personal qualities. بالنسبة للسمات الشخصية. It's a must. ضرورة to have different kinds of characteristics. يبقى عندك سمات شخصية متنوعة. For example. على سبيل المثال. هنا. You should. يجب عليك sociable. انك تكون شخص اجتماعي. To make friends with your customers عشان تعمل يعني أصدقاء مع الزبائن بتاعتك or clients أو العملاء in addition بالإضافة إلى ذلك you need to be punctual لازم تكون ملتزم بالمواعيد بتاعتك don't go to your work late ما تروحش الشغل متأخر because this will give a bad impression ده هيسيب انطباع سيء إنك you don't care about your work إنك لا تهتم بالعمل بتاعك furthermore أيضا شايفين أدوات الربط اللي هي التوابل اللي احنا قلنا عليها It's necessary to be conscientious من الضروري انك تكون مجتهد في عملك عندك ضمير and loyal ومخلص to your workplace للمكان اللي انت بتشتغل فيه Moreover أيضا your appearance is essential مظهرك ده ضروري جدا You must wear good clothes البس ملابس كويسة to look handsome علشان تبقى وسيم Last but not least آخرا وليس أخيرا You must show respect to everyone لازم انك توصل الاحترام للجميع Because the rule is القاعدة العامة بتقول respect to be respected احترم لكي تحترم. In conclusion في النهاية if you would like to get a good job لو عايز تحصل على وظيفة كويسة you need to have a mixture of لازم يبقى عندك مزيج من academic and personal qualities. طيب انا هسيب لكم الحاجات دي كده PDF علشان الناس يعني تذاكر منها وتحفظها وان شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يكرمكم ويوفقكم ان شاء الله ولو في اي حد عنده اي حاجة اكتبها في الكومنتس وان شاء الله ربنا يكرمكم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.